السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم صحابي معايا في فيديو جديد. معكم سلوى من سلوى سكيتشن. جيت نشارك معكم تجربتي مع هاد لا ماشين فروم راك داكتر كاربيت كلينر باش تغسل الزرابي. كيفيه الاستعمال ديالها وتجربتي معها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. هاد الغساله كتوفر على جوج المستويات. المستوى الاول هو اللي كنعمروه بالماء والصابون كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، والمستوى الثاني هو اللي كيابسوربي لينا هذاك الوسخ كامل اللي كيخرج من الزربية. غادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو وما تنساوش اللايك والاشتراك. هذا هو البرودوي اللي غادي نستعملوه في لا ماشين ديالنا ديال راك داكتر بيت كاربيت ديب كلينر ديال الكاربيت ديال الزرابي. ما خصناش نستعملو حتى شي برودوي، ماشي اي صابون خاصك تخدمي بها، غتخدمي بهذاك كنت اودريتو من امازون وكاين حتى في هوم ديبو بالنسبه للبنات اللي هنا في امريكا. صافي كنعمر هذاك البلاصه اللي مختصه بالصابون بالماء حتى نوصلوا للماء هذا سميتو لواحد المستوى، ومن بعد كنشوفوا الغلاقه راه لاصقه فيها واحد الكاس كتعمروا بهذاك السائل ديال التنظيف. صافي حتى نوصلوا حتى فين كاين الشرطه وكنضيفوا الصابون ونغلقوها ونرجعوها للماشين باش نكملوا التصبين. الكاس اللي قلت لكم كيكون في الغلاقه ديال هذا الصابون كنعمروه وكنضيفوه على الماء اللي عمرنا. صافي وباش هاد لاماشين وكنبقى نضغط على هاد الباطن الحمراء باش يخرج ليا الصابون. صافي وكنبقى كنجر في لاماشين بشويه بشويه، هي كتجر وكتغسل وكتابسوربي هذاك الوسخ كامل. غنبقى غادا على هاد المستوى صافي حتى نوصل لحد ديال الزربيه عاوتاني نرجع. كيف ما كتشوفوا راه هكا تصبن كتغسل مزيان مزيان مزيان، وإلا بغيتو تعاودو فوق منها كتعاودو ترجعو في نفس البلاصة وكتجر عاوتاني. أنا عاودت كل جهة جوج المرات، بقيت غادا بشوية بشوية جوج المرات جوج المرات وكنبدل حيت كيسالى الصابون. كنعاود نعمر عاوتاني بالماء نرجعها عاوتاني ونخوي هذاك الماء الموسخ وكتبقاي غادا بحال هكا حتى تكملي الزربية ديالك.
هذاك الوسخ كامل خرج من الزربية. كل مرة كيخوى لي الصابون كيشرب هذاك الوسخ كامل، وكان بقى نبدل. انتم ما تشوفوا من اللي غادي نخوي شحال ديال الوسخات وشحال ديال هذا، صراحة كتصبن مزيان مزيان، وحتى من اللي غادي تنشف غادي تشوفوها كيفاش خرجات. صراحة هاد الماشين مزيانة بزاف بزاف، وما ندمتش عليها. بغيت نشارك معكم التجربة ديالي، وإن شاء الله تكون نالت إعجابكم، ونخليكم باش تشوفوا النتيجة ديال الزربية. النتيجة ديال الزربية من بعد ما تصبنات صراحة كانت جد مرضية، وأنا سعيدة بتجربتي مع هاد الماشين. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم. ما تنساوش الاشتراك واللايك باش يوصلكم كل جديد، ونتلقاو في فيديو جديد. كانت معكم سلوى من سلوى سكيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.